بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. معي التاب التي 3 7 انش بي جي 2 تخطى دبليو 09. طبعا التاب ما هو راضي يكمل عملية التفليش او انه وقف على الشاشة الحمراء هي هاي. بريس باور كي تو كونتينيو، تضغط يعمل كونتينيو، يطلب يشبك واي فاي، يعمل يحاول يعمل تنزيل للفريم وير لكن ما يضبط معنا تنزيل الفريم وير، فلازم نفلش الجهاز عشان يشتغل معنا. حنشوف طريقة تفليش الجهاز على دونجل الاي اف تي. تمام، اعمل انا داونلود لاتست فيرجن اند ريكفري، داونلود اي ريكفري، يعمل سيرش للواي فاي. تمام، هذا هو فشل تمام في تنزيل ال ال ال, ال الجهاز، فشل في تنزيل الداتا او الباك اب او التحديث. نعمل شت داون، طفي الجهاز. الان اجيب انا كيبل موصل على الكمبيوتر، اول ما اوصله في التاب اضغط خفض الصوت والباور، خفض الصوت والباور. اول ما اوصل تطلع اللمبه الحمراء تبع الشحن، اضغط خفض الصوت والباور. تمام، الجهاز الآن على وضعية الفاست بوت. نجي نفتح دونجل الاي اف تي، نروح على هواوي فاست بوت. هاي البيانات ظاهرة معنا، هاي بيانات الجهاز. طب انا اروح على الفلاش واختار فلاش ابليكيشن فريم وير ابجريد مود فاست بوت. تمام، اختار الملف. تمام، واختار الملف الثاني، اترك الملف في اسفل الفيديو. اذا كان الجهاز على وضعية الفاست بوت نختار صح، اما اذا كان على وضعية الابجريد نشيل الصح من هنا. الآن أضغط Start حتى يبدأ في عملية التفليش. طبعا المحاولة فشلت، ما نجح معي في عملية البرمجة، والجهاز رجع اشتغل على وضعيته القديمة. فرح نضطر نرجع نعيد الخطوات من جديد، نرجع نفلش على نفس ما بدأنا في التفليش ونشوف حينجح معانا ولا لا.
تمام. أول مرة ما أخذ معاي عملية البرمجة، فأعدت المحاولة مرة ثانية. هذا هو الجهاز، 7%. راح ننتظر لما يخلص الجهاز. السوفت وير وصل 100%، وعندي انا في الجهاز 93. ما افصل انا الكيبل، خلي الكيبل واصل وخلي الدنيا كلها شغالة لغاية ما يكتب لي كله اوكي ويرست الجهاز، ما افصله انا منه. تمام انتهى. الآن انتظر الجهاز يفتح. الجهاز كان واقف على عملية الريكفري أو وضعية التفليش، ما يفتح. حاولت أفلش أنا أول مرة لكن فشل معاي، رجعت عدت المحاولة مرة ثانية وضبط معي. تمام، هذا هو الجهاز فتح.
تمام، مثل ما احنا شايفين الجهاز مقفل على ايميل، وما عنده مشكلة في الايميل، يعرف الايميل ويعرف كل شيء، بس نحن نحتاج نشغل الجهاز. في حال كان الشخص صاحب الجهاز ما يعرف الايميل، فبامكاننا نحن نعمل عليه فيديو ثاني ان شاء الله. لكن الجهاز كان واقف على الاشارة الشاشة الحمراء، وحلينا الموضوع مع بعض. تحياتي للجميع، اخوكم وسيم سلامة. طبعا رابط الفلاش راح اتركه في اسفل الفيديو، والبرنامج اللي استخدمته انا هو برنامج ال 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 EFT برو. تحياتي للجميع، اخوكم وسيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.